حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ماذا يحدث في جسدك إذا توقفت تماما ونهائيا عن تناول السكر؟ الحقيقة أحببت أن أطلعكم اليوم على معلومات أطلع عليها، أمور عجيبة تحدث في الجسم عندما تتوقف عن السكر، وبخاصة إذا استبدلت السكر بالعسل. مقالة هنا للدكتورة الروسية تاتيانا بوتشاروفا، وهي أخصائية الغدد الصماء، تقول هناك نتائج إيجابية عظيمة جدا تظهر بعد يومين، من يومين إلى أسبوع بعد التخلي تماما عن تناول السكر واستبداله بأطعمة أخرى. طبعا هذه الخبيرة تؤكد أن الكثيرين يفرطون في تناول السكر. السكر أيها الأحبة يسمى السم الأبيض، السم الأبيض مسؤول عن عدد كبير من المشاكل الخفية والمزمنة التي تحدث مع الإنسان. طبعا أيها الأحبة، المشاكل الصحية تتعلق أساسا بزيادة الوزن. طبعا زيادة الوزن تحدث مشاكل أخرى على الهيكل العظمي، على المفاصل، على القلب. يعني تخيل أنت جسدك هذا يعمل من خلال أجهزة ولا يعمل هكذا، هناك جهاز عظمي، هيكل عظمي، هناك مفاصل، هناك فقرات في العمود الفقري. أي وزن زائد سيشكل ضغطا على هذه الفقرات وهذه المفاصل، ويؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا تتعلق بالأعصاب التي تمر عبر هذه الفقرات مثلا، وبالتالي ستعاني من التهاب أعصاب، من مشاكل كثيرة جدا، وبخاصة أن هناك مشاكل تتعلق بنظام المناعة. مع العلم أن هذه الباحثة تقول أفضل مصدر للسكريات هو الفواكه التي خلقها الله سبحانه وتعالى. انظروا أحبتي في الله، يعني الله لم يخلق شيئا إلا وفيه الخير، الإنسان لم يخترع شيئا إلا وفيه شر وضرر. سبحان الله، يعني السكر اختراع بشري، طبعا مكوناته من الطبيعة، ولكن عندما عالج هذه المكونات بطريقة معينة أدى إلى أنه أنتج مادة شبه سامة على المدى الطويل. طبعا أيها الأحبة، نحن تعودنا على تناول الشاي بالسكر، وحتى المشروبات الأخرى بالسكر، والعصائر بالسكر، والكعك والمعجنات وهذه المسائل كلها بالسكر. طب لماذا؟ العسل أيها الأحبة، وبخاصة العسل الطبيعي الأصل، يعني يعتبر أفضل وأقوى مصدر للسكر بالنسبة للجسد، يريح الجسد، صديق للأمعاء، صديق للقلب، صديق للجهاز الهضمي. بالفعل العسل سبحان الله، كما قال الله تبارك وتعالى، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. طبعا أيها الأحبة، هذه الباحثة تقول بمجرد أن تتخلى عن تناول السكر ستعالج الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي على الفور، بمجرد التخلي فقط. يعني أنت لا تحتاج أن تغير في نظامك الغذائي كثيرا، فقط أن تتخلى عن السكر. طبعا الحالة المزاجية والاكتئاب يعالج بمجرد أن تترك تناول السكر. السكر أيها الأحبة
يحدث تأثيرا أيضا على الحالة النفسية للإنسان، وبسرعة، خلال نصف ساعة يمكن أن يحدث هذا التأثير. ولكن بما أننا أصبحنا مدمنين على السكر لا نشعر، تجد أحدنا يغضب على أتفه السبب وهو لا يدري. بمجرد أن تترك السكر نهائيا خلال أيام قليلة ستشعر بتحسن كبير في المزاج، خلال أسبوع ستشعر بتحسن الجلد أيضا. إذا كان هناك مشاكل تتعلق بالجلد ستشعر بأنها أصبحت أخف. مشاكل النوم تختفي، القلق، السهر، بعض الأحلام المزعجة التي يراها الإنسان نتيجة قلقه وإرهاقه أيضا تختفي، لأن السكر له تأثير كبير على الدماغ أيها الأحبة. طبعا هذه الباحثة تقول إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر كامل سيزول الوزن الزائد وينشط نظام المناعة، لأن السكر حقيقة يعني هو غذاء للخلايا السرطانية، غذاء للخلايا الشاذة. الإنسان بشكل طبيعي لديه خلايا شاذة، خلايا الالتهاب شاذة، تعتبر خلايا شاذة، خلايا الالتهابات الجلدية والأكزيما وغير ذلك تعتبر خلايا شاذة. هذه الخلايا تتغذى على السكر، عندما تقطع السكر تماما وتستبدله بالعسل مع الصيام، لأن الصيام يعتبر أقوى طريقة للتخلص من الخلايا الشاذة في الجسم والهرمة. طالما أنك تدخل إلى جوفك هذه المادة السكر، هذه الخلايا الهرمة ستعيش عمر أطول، وهذا طبعا غير صحي. الخلايا السرطانية ستعيش عمر أطول، الخلايا الأجزاء الملتهبة في جسدك ستعيش عمرا أطول، وبخاصة في الرئتين. إذن سبحان الله، بمجرد أن تترك هذه المادة التي أنتجها الإنسان وتستبدلها بمادة من صنع الله سبحانه وتعالى. الله أنزل سورة كاملة في القرآن اسمها سورة النحل، لو لم يكن لهذه المادة العسل أهمية كبرى لما أنزل الله سورة كاملة ومن السور الطويلة في القرآن. إذن أيها الأحبة، نلخص هذه النصائح الطبية: توقف عن السكر، قم بتجربة، يعني قم بتجربة لمدة شهر، توقف تماما عن السكر، ابدأ باستبداله بالعسل، ولكن العسل الصحيح ليس المغشوش أو المخلوط بالسكر، يعني تكون يعني تركت شيء وأخذت شيء أيضا سيء. العسل الأصلي الطبيعي تأكله مع الحلويات، مع الشاي، مع القهوة، مع المشروبات، ولكن حتى يفضل أن تأخذ الأعشاب الطبية مثل البابونج والزعتر واليانسون وغير ذلك. هذه أعشاب طبية مهمة جدا للجسم، فإذا ما تناولت العسل مع هذه الأعشاب طبعا بشكل مذاب، تذيبه في كأس من الماء الفاتر، مغلي هذه الأعشاب، تنتظره حتى يعني تصبح درجة حرارته مقبولة، فاتر، تضيف له العسل وتشرب منه ما شئت، مع ممارسة الصيام على الأقل يومين في الأسبوع، الاثنين والخميس، وستتخلص من مشاكل القولون، مشاكل الهضم، مشاكل حموضة المعدة. وهذا الكلام طبعا عن تجربة أنا أقوله لكم حقيقة، وآلاف من الناس جربوا هذا الكلام وهو كلام صحيح 100%. هناك طبيب في بريطانيا أيها الأحبة لا يستخدم إلا العسل لعلاج الحروق والجروح وكثير من الأمراض. إذن أحبتي في الله، يجب أن نحمد الله عز وجل أنه سخر لنا هذه الأغذية الطبيعية من الطبيعة، وهو خالق الطبيعة سبحانه وتعالى، ونحمده. وفي نهاية هذا اللقاء نتذكر
قول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.